أيام سينمائية دولية تقدم للجمهور الفلسطيني من 15 ل 21 10 2016 عروضاً لأكثر من 80 فيلماً من أكثر من 30 دولة، مع أفلام محلية تعرض في القدس، رام الله، جنين، بيت لحم وغزة. أفلام روائية طويلة وقصيرة وثقافية، وأفلام خاصة بالأطفال، إضافة إلى جلسات حوارية متخصصة بصناعة السينما ولقاءات مع المخرجين. ولأول مرة في فلسطين هذا العام وضمن أيام سينمائية دولية تنظم مسابقة طائر الشمس المخصصة لأفلام فلسطينية أو أفلام تتحدث عن فلسطين. لمعرفة برنامج العروض تابعوا برنامج أحلى صباح عبر أثير رايا يومياً أو زوروا صفحة أيام سينمائية على فيسبوك Days of Cinema 2016. أيام سينمائية دولية برعاية إعلامية من إذاعة وشبكة رايا الإعلامية.